لحضراتكم. هنعيش مع بعض مغامرة يابانية مثيرة جدا. هاني صلاح وشريف نادر أقنعوا مجموعة كبيرة قوي من نجومنا إن في مذيعة يابانية، مذيعة بتتكلم عربي ملخبط شوية. المذيعة دي عايزة تعمل لقاءات معاهم، والحقيقة كل نجومنا وافقوا على الفور. وأول ما جم اتسألوا أسئلة دمها خفيف جدا، وكانت إجاباتهم دمها خفيف جدا جدا جدا. وزيادة في التأكيد كان هو ده بالظبط اللي بيحصل معاهم. تعالوا معانا. أهلا بكم في أرض مصر على هاتارة الأهرامات على النيل العظيم. فبداية هنكن محمد رياض تحدث عن بداية شهادتكم. أولا أنا سعيد جدا أن أنا بصور معكم، وأنا بحترم جدا الشعب الياباني، شعب عريق وحضرته كبيرة جدا. أنا فنان من مصر طبعا زي ما حضرتك قدمتيني. بدايتي كانت من وأنا صغير جدا في المسرح المدرسي، وبعد كده في المسرح الجامعي، وبعدين في معهد العالي للفنون المسرحية أكاديمية. ابتديت أشتغل في بعض المسلسلات في البداية أدوار صغيرة، إلى أن الحمد لله بدأت أعمل بطولات مسلسلات وأفلام مصرية كمان كانت مهمة، يعني مع مخرجين كبار جدا عندنا في مصر، أستاذ أشرف فهمي وأستاذ علي عبد الخالق، ومع نجوم مصر شريهان فاروق فيشاوي ونادية جندي والحمد لله يعني أصبح لي تواجد بشكل كويس جدا في مصر. بداية شهادتكم كانت مسلسل العائلة إسماعيل حافظ، ما ذكريات شهادتكم عن العائلة؟ والله مسلسل العائلة هو كان أول فعلا مسلسل ليا يعرفني بالجمهور المصري والجمهور العربي بشكل عام. ذكرياتي عنه ان هو كان اول مسلسل يناقش مشكلة الارهاب، كان بدايتها في مصر اللي هي كانت موجودة. كان تصدر هذا المسلسل وهذا العمل المشكلة اللي اعتقد كل شعوب العالم دلوقتي بتعاني منها. فده كانت اول حاجة بعملها، وكانت ذكرياتي جميلة جدا مع النجوم الكبار بتوع مصر والأستاذ إسماعيل عبد الحافظ، يعني هو اللي كان أول مخرج بيقدمني يعني. شهادتكم ما وكل تشابه بين شهادتكم وبين الفنان شكري سرحان في رد قلبي؟ انا عملت مسلسل رد قلبي في مصر هنا، وكان الاستاذ شكري سرحان الفنان الكبير بتاعنا كان عامله فيلم قبل كده من فتره. شكري سرحان الراحل، شكري سرحان الراحل، الراحل شكري سرحان. ايوه، هو الحقيقه انا عملت الدور اللي هو عمله، اللي هو مثله في الفيلم، انا مثلته في المسلسل. وهو طبعا كان يعني فنان كبير قوي واستاذ كبير، وكان عمل كم العمر كبير كبير، كم العمر السن السن سني انا عندي 33 سنة. شكري سرحان السن نفس سيادتكم؟
شكري سرحان الله يرحمه توفى. He's dying. عفوا 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 سيطاتكم. لا لا مش حاجة. يقولون أن أنكم هامتريات أن سيطاتكم تأكل كثيرا لا تظهر كثيرا في الاجتماع ألفا سيطاتكم خكول. والله يعني مش مسألة خجل، لكن أنا تقريبا وقتي كله يا إما في الشغل يا إما في حياتي العامة، يعني ما بتحصلش يعني فرصة إن أنا أظهر في المجتمعات الفنية بشكل كبير. يعني أنا فاهم السؤال، يعني يمكن بحضر شوية في لما يكون في مهرجانات في لقاءات وكده. سيأتيكم في السينما، تمن في فيلم إمبراطور 48 ساعة في إسرائيل من ناتشال كنتي. هل حققت نجاحا تطمح إليه في حصول الفيلم السينما؟ والله هو الفيلمين دول كانوا فيلمين مهمين قوي، وهما الفيلمين نفسهم حققوا نجاح كبير، وانا اتشفت بشكل معقول قوي. اتشفت يعني الناس شافتني في السينما من خلال الفيلمين دول بشكل. الناس تشوفك في السينما فقط، في التلفزيون ايضا، في المسرح. يعني وانا يعني اتشفت في التلفزيون، و اتشفت كمان من خلال الفيلمين دول في السينما. يعني ف ما ستضحك سيطاتكم؟ ما ستضحك سيطاتكم؟ كيف أفلحت سيطاتكم في أن تنجو من الشائعات التي تعرض عنكم؟ مش عارف ما تفضل سيتاشيكم. أكرر السؤال، كيف أفلحت سيتاشيكم في أن تنجو بين الشائعات تعرض عنكم؟ كيف أنجو؟ من الشائعات التي تطارد عنكم؟ يعني الحمد لله، يعني أهلي بيدعوا لي يعني. سيطاتكم في السويق. في ايه؟ ما رأي سيطاتكم في السويق؟ في ايه؟ السويق السويق المرأة الرجل السويق 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 طب حضرتك قولي السؤال تاني كده. مرة شاطاتكم في السواك؟ رأي سيادتي في السواك، في السواك، السواك السواك ده بيعملوا بيه السنان. المرأة الرجل أولاد شاطاتكم في مرة شاطاتكم في الزواج. كويس، حلو أوي، هاتس لطيف. الأولاد جمال. السوكة اليابانية تطيع السوك، السوكة المصرية تقوم بعمل طعام كثير للسوك حتى يصبح فطين. ما رأي سيادتكم؟
جميل صح. ما رأيك في أعطائكم الاستحمام في النيل؟ الاستحمام في النيل شيء حلو جدا عظيم. الاهتمام في الآثار، الاهتمام في النيل، الاهتمام في الآثار في النيل، كويس. الاهتمام في الآثار، تحدث الاهتمام في الآثار في مصر. في مصر جميلة الآثار، حلوة جدا في مصر. الأهرامات، الهضارة، القديم، تحدث يا تاريخ. سيادتكم تسخر، سيادتكم تسخر من موجود، سيادتكم تسخر، سيادتكم أنا أسخر؟ لا ما بسخرش خالص. الناس تضحك دائما. هل سيادتكم كوميدي، تراجيدي؟ لا كوميدي، أنا كوميدي. هل سيادتكم تضحك دائما؟ هل ممكن المصري يتجوز تسوى جنسية غير مصري؟ هل ممكن؟ ممكن ايه؟ المصري في مصر يتساوى جنسية غير مصرية؟ ياخد جنسية غير مصرية يعني؟ يتسوق ممكن؟ يتسوق؟ يتزوج؟ بالجيم يعني؟ ايوه ممكن؟ ممكن طبعا. يابانية مثلا؟ ايوه طبعا ممكن. سيادتكم تريد أن تتحدث عن في مصر المساواة بين المرأة والرجل، تحب أن تتحدث سيادتكم عن المساواة بين المرأة والرجل؟ المرأة اليابانية كويسة جدا يعني. في مصر، مساواة بين المرأة والرجل يوجد؟ طبعا في مساواة كبيرة. نحن في اليابان مسرورون كثيرا. يوجد البحث في اليابان يقول تعاون قدماء اليابانيين مع قدماء المصريين في بناء الأهرامات. هل سيادتكم سعيد بهذا؟ سؤال تاني. نحن مسرورون في اليابان تعاون بين قدماء اليابانيين قدماء المصريين في بناء الأهرامات. هل سيادتكم مسرور في هذا التعاون؟ تعاون مع مين؟ مصر ومين؟ قدماء المصريين قدماء اليابانيين. لا لا بالسعيد طبعا. لماذا؟ القدماء المصريين هم بس اللي عملوا الحاجات دي، هم اللي بنوا كيف الأهرامات. عرفت سيادتكم؟ كيف عرفت؟ مفيش تعاون خالص حصل بين اليابانيين ولا أي حد. سيادتكم صغير جدا في السن، كيف عرفت؟ يعني عرفت من اللي احنا قرناه زمان. ألم تقرأ الآن سيادتكم؟ تقرأ زمان فقط؟ بقرا زمان بس حاجة من كتب. لماذا سيادتكم؟ أنت مثقف سيادتكم، نجم كبير. سيادة هل ينعطي صورة لسيادتكم؟ سمعت؟ ستكون سعيدة، ستكون حزين. لا أنا سعيدة. أنت كميل. الله يخليك. هل ستكون سعيد جدا إذا شاهدت صورة؟ إذا أخذت صورة؟ بس سعيد. أكتب سيادتكم على الهداء؟ يا ريت. شاهدكم. ميرسي يا شو. لا كاركتر هايل. ميرسي يا نشوى. ايه طب ما انت ما عرفتش الاول. انا في اول دقيقتين، اول دقيقتين ما عرفتكيش والله العظيم. اول دقيقتين ما عرفتك، بس بعديها بدقيقتين عرفتك بقى. بعديها بقد ايه بالظبط؟ بدقيقتين. بعديها ب 10 دقايق. لا لا والله. بعديها ب 8 دقايق. بس كاركتر هايل. بيقولوا لي في اير بيس بعديها ب 8 دقايق. والله 8 دقايق. يعني خدعك 8 دقايق والله. بس قولهم دفعتي يا جماعه. بس الكاركتر هايل يعني. ودي دي اللي انت مركباها دي 100 100. فمبسوط يعني. يعني مبسوط. لا بس هايل. والله هايل. بسم الله ما شاء الله عليك. ايه ازاي ما تعرفنيش يعني؟ والله مش ممكن. والله لا ازيت الباروكه. انا عمال اعمل كده. لا وعامله لي عينيكي كده طول الوقت، فانا مش شايف. وبعدين محدش قال لي حاجه وانا داخل.
لا ما هم طبعا مش هيقولوا لك يعني، اه يعني اقول لك انت داخل كلام نشوه يعني. يعني اتنين بودي جارد فظاع جدا واقفين، فقلت له السلام عليكم، ما ردش عليا.